وبركاته. دلوقتي هنحل مشكلة ليس هناك اتصال على جوجل بلاي أو خطأ في خادم جوجل بلاي. هتضغط عندك على متجر جوجل زي ما أنت شايف كده، ولما بتيجي بتنزل أي لعبة من الألعاب، على سبيل المثال إن أنا ممكن أنزل أي لعبة من اللي قدامك دول، هضغط عندي على كلمة تثبيت، وبعد كده بستنى شوية لحد ما يبعت لي القايمة أو هنا قبول. زي ما أنت شايف كده هيظهر لي فوق هنا ليس هناك اتصال زي ما انت شايف فوق في شريط المهام. تاني كده هتضغط عندك على اي تطبيق من التطبيقات دول، تمام. بعد كده تضغط عندك على كلمة تثبيت، وهتستنى شوية لحد ما يظهر لك قائمة السياسة والخصوصية. هتستنى كده شوية طبعا على حسب سرعة الانترنت عندك، وتضغط عندك على كلمة قبول. هيظهر لك فوق هنا، ركز فوق خالص كده معايا، هيظهر لك هنا ليس هناك اتصال. طيب المشكلة دي احلها ازاي؟ كل عليك بقى بتخرج خالص كده من الريسنت من جوجل بلاي زي ما انت شايف كده، وبعدين بتدور على اي متصفح عندك سواء كان جوجل كروم او اي متصفح زي ما انت شايف كده. هتروح عندك تكتب الحاجة اللي انا اقول لك عليها دي، هنكتب هنا جوجل بلاي BLAY. ركز كده معايا في الرقم اللي انا هقوله لك، حاول تكتبه كده معايا تسجله. هتكتب 31.4.10، تمام. بعد كده تضغط عندك على ارسال، وتبدأ تبحث على الكود اللي قدامك ده. طبعا انت تدور هنا على اي متصفح او اي موقع من المواقع دي. على سبيل المثال ان انا ادور كده على موقع يكون فيه يعني مثلا بيبعت التطبيق بشكل اوضح ويكون كويس. على سبيل المثال ان انا اختار معاكم الموقع ده، خلي بالك انك بتكتب مثلا ايه جوجل بلاي هنا 31.4.10 مود هير، ام او دي هير. الموقع ده كويس جدا اللي هو مود هير اللي انت شايفه ده. لو تعرف تحمل موقع تاني براحتك، بس انا برجح موقع مود هير لانه بينزل التطبيق بشكل احسن واحدث. خلي بالك احدث بالنسبة للنظام الخاص بجهازك انت، طبعا ده للاجهزة القديمة، ممكن جهازك انت مش متوافق مع التطبيق الجديد. كل عليك بس انت زي ما انت شايف كده بتتأكد ان هو نفس الاصدار اللي احنا بحثنا عنه. كل عليك بس بتضغط تحت كده على كلمة داونلود، وهتستنى شوية لحد ما يتم تنزيل البرنامج او عفوا ينزل التطبيق. اضغط تاني على كلمة داونلود بعد ما تنزل لتحت كده لحد ما يتم تنزيل التطبيق نفسه. طبعا لو فضل يعيد ويزيد معاك اكتر من مرة، حاول تستنى شوية وتصبر عليه وتضغط تاني داونلود، تمام. تضغط برضو كمان داونلود، خليك بس وراه لحد ما يعمل تنزيل بالفعل للتطبيق، علشان الموقع ده كويس جدا في تنزيل تطبيق جوجل بلاي، تمام. طيب هو لو منزلش ممكن يكون في طريقة تانية. اضغط عندك على التطبيق نفسه زي ما انت شايف كده فوق، وبعد كده بتنزل تحت كده ونختار الاصدار اللي احنا اخترناه. طبعا هو مش مكتوب، لكن حابب ان انا اختار الاصدار القديم. نرجع تاني، هنرجع تاني خالص، قول له موافق، ارجع ارجع. وزي ما انت شايف كده هنفتح اي موقع من المواقع اللي قدامنا دي. على سبيل المثال ان انا ممكن اختار الموقع ده، وهنجرب كده مع بعض نعمل له داونلود او نعمل داونلود للتطبيق. زي ما انت شايف كده طبعا هو بيعرض لي الاصدارات القديمة، تمام. هنا بيقول لي تحميل اصدار 31.4.10 زي ما انت شايف كده، التحديث الخاص ب 2022، وكل ده للاجهزه القديمه عندنا. كل عليك بس تضغط عندك على تحميل اي بي كي باللون الاخضر اللي قدامك ده، وبعد كده بقى بتنزل شويه كده لحد ما يظهر لك هنا اي كلمه داونلود تانية. لو ما ظهرش ممكن تضغط عندك على التطبيق نفسه من جديد، يعني نحاول برضو ندور كده. ماشي، هنضغط تاني على التطبيق ده زي ما انت شايف قدامك كده. هتستنى شوية لحد ما يتم تحويلي على صفحة التنزيل، وهيبدأ ينزل معاك متجر جوجل بلاي. طبعا أنا بقولك قيد التقدم وعندي 51 ميجا زي ما انت شايف كده، وهنستنى مع بعض لحد ما يتم تنزيل متجر جوجل بلاي لأحدث إصدار للنظام بتاعنا. هنستنى كده مع بعض. وزي ما انت شايف كده احنا نزلنا مع بعض جوجل بلاي زي ما انت شايف بالاصدار اللي احنا قلنا عليه. هسيب لك رابط الاصدار موجود في الوصف او التعليقات، كل عليك بس بتضغط عندك على الاصدار ده، وبعد كده بتستنى شوية. بيقول لك هنا هل تريد تثبيت تحديث لهذا التطبيق المضمن؟ لن تفقدك بياناتك الحالية، سيكون بامكانك بامكان التطبيق المحدث الدخول الى هنا الجديد وهنا الكل. عايز تخلي الكل يعني يستحسن مفيش مشاكل، عاوز تخلي الجديد برضو مفيش مشاكل، لكن انا هخلي الكل بحيث ان ننزل كل الداتا اللي موجودة داخل التطبيق الجديد بالنسبة للاصدار بتاعنا. اضغط بس عندك على كلمة التالي
وبعد كده بتضغط عندك على كلمة تثبيت وبقول لك جريء التثبيت. هنستنى كده مع بعض شوية لحد ما يثبت معانا متجر جوجل بلاي وهنشوف كده مع بعض. خلي بالك بقى النظام اللي هو بتاع التليفون بتاعك، النظام بتاعه قديم جدا، يعني ممكن يكون النظام ده او التحديث اتوقف من 2019. يعني نصيحة مني ليك كده جانبية، لو انت محتاج تنزل اي تطبيق اكتب اصدار التطبيق اللي انا قلت لك عليه او اي اصدار يكون من 2019 بالتحديد شهر 10 2019. يعني مثلا لو انت حابب تنزل اي تطبيق من على متجر جوجل بلاي اضغط برضو على الاصدار بتاع 2019، اضغط بس على عندك على كلمة فتح كده وهنفتح مع بعض زي ما انت شايف جوجل كروم، وبكده احنا حلينا مشكلة ليس هناك اتصال جوجل كروم. هنشوف كده مع بعض. هنحل كده مشكلة ليس هناك اتصال جوجل بلاي. هنفتح كده التطبيق بتاع جوجل بلاي كده مع بعض وهنستنى شوية لحد ما يجمع الداتا. زي ما انت شايف كده هنا حدث التطبيق، حتى كمان لما نيجي نخرج بره نضغط على بره كده هتلاقي التطبيق زي ما انت شايف اتحدث بالشكل ده. اضغط عندك على متجر بلاي وبعد كده هتستنى شوية، هتنزل تحت كده لحد ما تبحث عن التطبيق اللي انت عاوزه. على سبيل المثال ان انا هبحث على تطبيق اللي هو الفيسبوك فيسبوك. تمام، ارسال. تستنى شوية لحد ما يفتح معانا التطبيق او يفتح معانا رابط تحميل التطبيق. طبعا في ازدراء